في الفالنتاين، احنا مش الان في فبريوري، ها في فالنتاين والورده الحمراء، ابعت بقى لخطيبتي ورده حمراء وحبت لمراتي ورده حمراء، قلت لك لي فيك في الورده الحمراء. تعرف هي اصلا وات ذا روتس اوف ذس، تعرف انت ايش اصولها هذه؟ اصولها هذا كان واحد اسمه فالنتاين، هذا كان قسيس بيجمع العشاق مع بعض ويجعلهم يفعلون الفاحشه في الكنائس ويزوجهم. افهموا يا جماعه الخير الله يرضى عليكم، اعرف الان اقرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. الانسان لابد يفهم ويعرف هو ما هو وين رايح. يقول لك يا شيخ لا تعقد، انا ما يهمني فين هو، بس هي حلوه بصراحه، مرات مستنيه من السنه للسنه بتستنى فبريوري هذا عشان الورده الحمراء. لا غير لها دينها يا اخي، غير لها العقائد الفاسده التي هي عندها. اقول له ما ينفع، الله يرضى عليك، هذا حرام وهذا لا يجوز. ما عندنا غير عيدين، النبي جاء المدينه عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح، فوجدهم يلعبان في يومين. ايه معنى يومين؟ يعني عيدين متفرقين، ليس معنى يومين ان هو يعني يوم ورا احد واثنين ورا بعض، لا، يعني في وكني باليوم على على المناسبه كلها. قال ما هذا؟ قال هذان يومان، يعني يوم النيروز ويوم ايش؟ المهرجان. قال ابدلنا الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الاضحى. الاضحى، وانتهت القصه. فنعلم اولادنا، نعلم نساءنا، نعلمهم الدين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس علموهم وأدبوهم. لا بد تعلم زوجتك وتعلم أولادك، تعلمهم الدين حتى تبرئ ذمتك عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عند أهل السنن وفي السلسلة قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. نعم.